ديالنا بعض العبد الضعيف وبعض الاخوان اللي كانوا في المكتب الله يجزيهم بخير منهم مصطفى المرتوق وفاضل ومصطفى العبوري هادو الاخوان اللي كانوا في ديك الساعه في المكتب معنا طارق كان معنا في الاول هو والسي عبد الحق العجلي هما اللي كانوا في الاول اللي كنا في لجنه الانقاذ وهما راه عارفين المرحله اللي كنا دوزنا فيها السي مصطفى ما عندوش هادو الاخوان اللي كانوا كافحوا باش بقات الفريق ما طاحش ديك العام اللي كانت فيه غطيح فيها السته ديال الفرق والسته ديال الفرق اللي كانوا طاحوا من جمع اللي طاحوا وهودو ما بقاوش الاثر ديالهم منهم بالقصيرين منهم على كل حال 11 لعاب بدينا كنكونوا في اللعابه ديال العريش وصلنا في المرحله فاش خليت الفريق للمكتب هذا خليت لهم اربعه د اللعابه ديال برانيين اربعه وكانوا عندنا الدراري صغار جايين الاخوان اللي كيلعبوا الكره واللي كانوا معنا في ديك المرحله راه عارفينهم كان عندنا المينيم والكادي والجينير عمرنا ما فرطنا فيهم هادو ديما كانوا عند الاساس ديالنا هما هادو من بعد واحد العام انا قلت لنعمان في واحد المقابله قلت له ودي شوف راه في الطريقه اللي غادي يمشي راه ما غادي يمشيو شي صحيح يعني الا ما عندك شي اللعابه ديال الجينير والكادي اللي تخلف بهم راه غتبقاو في واحد المشكل كبير وداك الشيء اللي وقع ما عندنا حتى لعاب واللعابه اللي كانوا عندنا في ديك الساعه هذيك راه هما اللي كيلعبوا دابا في الفرق ديال الجوهره وديال الزهده يعني مع الاسف يعني هذا الشيء هذا ما شاء الله وصافي.